قبل ما يعني خلاص انا كلمتك على ان موسيماني ده رحيله اصبح مساله وقت من النادي الاهلي، عمره ما هيكمل السنتين، ممكن يقعد شهر، ممكن يقعد بكره، ممكن يقعد مع كابتن الخطيب النهارده يفض الاشتباك بشكل مريح، خاصه ان في فتره توقف، ممكن كذا. لكن معلوماتي ان هناك جلسه حاسمه بين كابتن محمود الخطيب وبين موسيماني قد تتم مساء الليله او غدا، في جلسه حاسمه يحضرها السيد عبد الحفيظ ويحضرها امير توفيق، ده اللي انا عرفته، ويحضرها حسام غالي طبعا. مش هقول لك لا مجلس اداره طارق ولا غيره، ليه؟ لان مفيش مجلس اداره طارق اصلا، يعمل ايه مجلس اداره طارق؟ هيجيب موسيماني حاسبه، ما عنده كابتن خطيب هو المشرف على الكور، بيتكلم مع الكابتن. فايلر مش هيرجع لانه ماشي بخناقه مع الكابتن، عشان بس يبقى الامور واضحه. طيب عاوزين نروح بقى الى الناس اللي بتكلم الخطيب خلال الفتره الماضيه على ست صفقات يجب ان تتواجد داخل النادي الاهلي، ست صفقات الاهلي هيشتغل عليها عشان يجيبها بنسبه كبيره، عشان يقوي فرقته، عشان يستغنى عن العجزه اللي موجودين في الفرقه، عشان يستغنى عن الناس اللي التعبانه اللي موجودين في الفرقه، عشان يراضي محمد الشناوي اللي نفسه في الاحتراف من الصيف الماضي. ابدا بمحمد الشناوي، هو في لعيب يجي له شد بعد 48 ساعه يخف؟ ده الماتش الاخير بتاع محمد الشناوي اصيب، واليوم اللي بعديه ما اتمرنش، واليوم اللي بعديه قال لك كويس، واليوم اللي بعديه قال لك هيبقى في القايمه، مش عارفين يلعب ولا مش هيلعب، وبعدين قال لك لا بدل معالي لطفي اللي يلعب ومش عارف ايه وانا ممكن اخرج من المنتخب، لا هلعب. لعب الشناوي وطلع سليم، لا عنده شد ولا عنده حاجه في الدنيا خالص خالص، ما عندوش لا شد ولا حاجه. طب ايه حكايه محمد الشناوي؟ محمد الشناوي الصيف الماضي كان لديه عرض من نادي النصر السعودي، كان لديه عرض من نادي النصر السعودي، والعرض كان برقم خيالي. اللاعب كان يرغب في الإعارة لمدة سنة، قال لك بس أروح سنة يعني أضبط أموري، سيبوني أنا 34 سنة أخد 4 مليون يورو في السنة بجانب الهدايا والحكاية والرواية مش عارف إيه بتاع، أخد لي كمان مليون يورو ولا حاجة، يعملوا نقلة في حياتي. قالوا لما أنت بتاخد كذا وأعلى واحد وبتاع، وضغطوا عليه وعلى وكيله، وعملوا حملة بعد كده على وكيله اللي هو حازم الحديدي أو مدير أعماله في هذا الاطار، قال لك عمل سوا مش عارف ايه، وقاموا ضبينه بيان عشان ان هو يبعد عن محمد الشناوي وينفي الموضوع ده. يطلعوا يكذبوا يطلعوا يصدقوا ماليش علاقه، انا بقول لك دلوقتي لحظه المكاشفه الان، محمد الشناوي يرغب في الاحتراف في الدوري السعودي ولا لمده عام، يتحدث مع المسؤولين في النادي الاهلي طوال الاونه الماضيه في هذا الامر، يرغب في الرحيل، ويرغب في الرحيل المبكر قبل انتهاء هذا الموسم، قبل انتهاء هذا الموسم، لدرجة ان قال لأحد المسؤولين اعتبرني جالي صليب، هغيب عنك 6 شهور 8 شهور وسيبونا امشي سنة ماشي. طيب هل لو مشي الشناوي الحياة هتتوقف في النادي الاهلي؟ هل ما تقدرش تجيب محمد ابو جبل الفري حتى الان؟ هل ما تقدرش تجيب دي، انا بقول لك بقى على حراس فري، هل ما تقدرش تجيب المهدي سليمان اللي كان احسن حارس في افريقيا الموسم قبل الماضي؟ هل ما تقدرش تجيب محمد بسام؟ دول 3 فري مع علي لطفي. طب واحنا جايبين علي لطفي ومش واثقين فيه انه يلعب؟ افرض لا قدر الله الراجل ده حصل له حاجه، محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير، هل هما ديكور؟ يعني هما مفترض بينزلوا يمرنوا محمد الشناوي لكن مش من حقهم يلعبوا؟ او انت مش واثق فيهم ان هم يشيلوا؟ ده احنا جايبين لهم مدرب مخصوص اللي هو مشيل يانكو، ومعاه بنته عماله تعمل دعايه للسياحه في مصر، فهل انت مش مقتنع بان دول يلعبوا؟ طب انت جايب حاططهم في القايمه ليه؟ مخليهم عندك ليه لما انت مش واثق فيهم ان هم يلعبوا؟ سواء علي لطفي او مصطفى شوبير. فمحمد الشناوي يرغب في الرحيل، محمد صبحي لسه لم تنتهي اجراءاته من فاركو مع نادي الزمالك وللمرة المليون ماشي، المسؤول هناك اكد لي 1000000% ان طموح محمد صبحي والاحتراف وليس النادي الاهلي، ومش هيجي النادي الاهلي عشان يقعد بديل، ونفس الكلام اللي قال ابو جبل، لكن ممكن مهدي سليمان يقعد وممكن محمد بسام يقعد، ما عندوش مشكلة. لكن انت النهاردة بتيجي تقول لي لا هو ده قاعد وما ينفعش يمشي، ليه ما ينفعش يمشي؟ ينفع يمشي، ينفع يمشي، طالما دماغه مش ده، الكره متشاط عليه من شبرا، ده الخطا الثاني ما يخطئوش حارس لسه ناشئ،
الجون الثاني ده مردوده من صدره. اه اللي بس محمد هاني محمد بسكوت محمد هاني بسكوت زي حسين السحاك ما بيعرفش ما عندوش فكر نسيوا الكوره زي الاستاذ طاهر محمد طاهر يشوط في اي حته كده ده تكمله اسم زي بيرسي تاو ما في الانفراد بيتخض بيجيله اسهال لما يجيله كوره انفراد بيجيله اسهال فبيقوم واقف عشان يعمل بيبي وبيسيب الكوره كده مثلا يعني ففي ازمه كبيره عشان الاستاذ محمد الشناوي يمشي وعنده عرض احتراف وبيتكلم مع كل الناس ويرغب في الرحيل والاهلي عليه انه يحل الموضوع ده يا اما اللعيب يقعد بمزاجه وبرغبته وبارادته يقول له شكرا يقول له شكرا يسيبه يروح سنه يسيبه يروح اتنين ايه المشكله يعني ما تعرض عليك فيه السنه اللي فاتت لحد 8 مليون يورو كان الناس عندها استعداد ترفع العرض العشر النصر السعودي واللي يقول لك ده ما حصلش يقول له كداب لسه مجدي عبد الغني حتى بيتكلم في الموضوع ده من كام يوم قال لك الامارات قلت له لا مش الامارات دي السعوديه ما تسيبه يا عم يمشي هي اللعيبه لازم يتم تخليلها هو لازم كل واحد يمشي من النادي الاهلي يمشي بطريقه عبد الله السعيد مقموص وبازمه لا طبعا ما فيش حد اسمه الاهلي فرقه دلوقتي محتاجه تجديد دماء محتاجه غربله محتاجه تنزل بمتوسط الاعمار الشناوي عاوز يمشي ما يمشي محمد ابو جبل سد اباله امام افضل المهاجمين في افريقيا ومهاجمين في انديه عالميه ولاعب حر ومستنيك تشاور له عشان يجي يمضي قال لك هاجي يبقى الشناوي لو مشي هاجي الشناوي ما مشيش خلاص هاجي اقعد له احتياطي نقعد نرازي في بعض ما رازي في عواد وخلاص وحتى الزمالك مش عاوز وهو مش عاوز الزمالك فموضوع محمد الشناوي ده من الامور اللي عامله صداع كبير جدا 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 وقلت لك بدائله محمد ابو جبل مهدي سليمان لاعب حر ما مضاش في حته محمد بسام مضى في البنك الاهلي وعنده استعداد لو انت عاوزه تديله مقدم التعاقد يدفعه للبنك الاهلي ويجي لك ما مضاش في الزمالك انا اللي بقول لك عندك ثلاثة وعندك الرابع محمد صبحي لو انت ميت على محمد صبحي عشان تخلص من مصطفى شوبير وفي بعض الناس في الاهلي كل ما شوبير يقول حاجه مش على مزاجه يقول لك هنجيب حارس تاني عشان يقول لك هنمشي مصطفى شوبير ومصطفى شوبير خد فرصه هو عيل لطفي نفسه خد فرصه انت ما لو خد فرصه مصطفى شوبير ده مجازي بقد محمد صبحي 100 مره على الاقل بالوراثه يا اخي وبالتدريب مع الشناوي وعلي لطفي يا اخي عيل لطفي نفسه انت كنت جايبه كان مكسر الدنيا ما شمهاش مهدي سليمان موجود فري محمد بسام موجود فري محمد ابو جبل موجود فري بدل ما هو يلعب وهو زللنا انه رافض ولو يبوز وفي يا اما يمشي في يا اما يمشي ما يمشي طالما عاوز يمشي يمشي ويمشي بود وبمحبه ومن غير ازمه ولو حب يرجع تاني وانت عاوزه رجعه ما رجعتوش خلاص مهدي سليمان 33 سنة والشناوي 34 سنة وابو جبل 31 سنة والحراس دلوقتي عندك عم منصف بيلعب لحد 45 سنة فمش السن هو المعضلة طيب